يمكن هناك حديث عن يعني انه الفيفا بيخطر اتحاد الكوره بتجديد الايقاف لكهرباء لاعب النادي الاهلي، ويا اما الدفع يا اما تجديد العقوبه. هنعرف كل التفاصيل من الناقد الرياضي صبري سراج. مساء الخير عليك يا فندم، ولو تقول لنا حقيقه ما اثار في مساله تجديد العقوبه لكهرباء، اما الدفع اما تجديد العقوبه. في حديث عن انه ده كلام مش جديد وانه ما فيش حاجه جديده راحت لاتحاد الكوره. مساء الخير يا هديل، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. بالساده المستمعين المشاهدين كلهم، هو في خطاب وصل امبارح من الاتحاد الدولي لاتحاد الكوره، لكن هو ما بيحملش جديد، يعني ما فيش تجديد للايقاف ولا حاجه. اتحاد الكوره كشف عن الجواب النهارده او عن فحوى الجواب على لسان الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات. قال ان الجواب جه ردا على الاستفسار اللي ارسله محامي كهرباء للاتحاد الدولي بشان موعد انتهاء العقوبه. فالجواب جه بيؤكد انتهاء العقوبة يوم 11 يناير المقبل، لكن الجواب أشار إن من حق نادي الزمالك إذا ما كانش خد الفلوس أو توصل لاتفاق مع كهربا بشأن تسديد الفلوس سواء كاش أو على دفعات، إن هو يبلغ الاتحاد الدولي بإن ما فيش اتفاق حصل أو إنه ما حصلش على فلوسه، لكن الجواب ما أشارش لأي حاجة تخص لتجديد العقوبة أو موقف كهرباء بعد انتهاء مدة العقوبة اللي هي تنتهي. ما هو ده اللي الناس بتسأل عنه، يعني كده كهرباء هيشارك في كأس العالم للأندية اللي ده مش واضح، لأن الاتحاد ما قالش إن هو من حقه يشارك ولا نفى. يعني هو لا أكد ولا نفى. هو طب في حالة الدفع يشارك ولا لا يشارك؟ الجواب أشار إن العقوبة هتنتهي يوم 11، وإن من حق نادي الزمالك إن هو يبعت إذا ما كانش خد الفلوس أو توصل لاتفاق مع كهرباء يقول إن ده ما حصلش. فترة الشك دي بقى اللي هي ما بين انتهاء العقوبه والفتره اللي الزمالك ممكن يتقدم فيها ويقول انا ما حصلتش على فلوسي، ايه اللي هيحصل فيها؟ ده الاتحاد الدولي ما جابش سيرته في الخطاب خالص. فاحنا مش قدام موقف جديد، يعني ما فيش اي جديد حصل في موضوع كهرباء اكتر من ان الجواب جه ردا على الاستفسار اللي ارسله المحامي اللي بيسال فيه عن موعد انتهاء العقوبه اللي هي كانت الست شهور. طب هل هناك حديث عن مساله انه الفلوس تدفع على دفعات لنادي الزمالك؟ اعتقد ان هو هيبقى الموضوع ما بين كهربا ونادي الزمالك، اما كهربا يقعد مع مسؤولي نادي الزمالك ويقرر ان هو او يتفق ان هو يقسط المبلغ، هل نادي الزمالك هيرضى بده ولا لا؟ دي حاجه يعني خاضعه للاتفاق ما بينهم، اذا حصل اصلا تواصل وقعده ما بين كهربا من ناحيه واداره الزمالك من ناحيه ثانيه، انما لحد دلوقتي الزمالك او اخر حاجه اتقالت من نادي الزمالك ان هم على لسان رئيس النادي ان هم طلبوا من كهربا، ما عندهمش مشكله ان هم يقسطوا المبلغ، لكن كهربا يقول مين اللي ساعده ان هو يمشي من نادي الزمالك. وده كان تصريح من فتره رئيس النادي، بعد كده ما حصلش اي جديد بشان الكلام او اذا كانوا هيقسطوا العقوبه او هياخدوا المبلغ على بعضه. يعني احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا الناقد الرياضي صبري سراج، شكرا جزيلا على وجودك معانا.